متتبعي قناة فرانس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تنصادف فيه مولاي احمد افلال نائب عمدة مدينة الدار البيضاء باجل مناقشة حصيلة تاع مجلس مدينة الدار البيضاء خلال هذه السنة اللي تم فيها التشكيل تاع المكسب مدينة الدار البيضاء. واش كاينه شي بصمة تاع هذا المكسب على مستوى التسيير ولا ما كايناش؟ وايضا ناقص نناقشوا مع القطاع اللي تيشرف عليه هو قطاع النظافة وهو القطاع المثير للجدل منذ سنوات طويلة. مولاي احمد افلال مرحبا بك. مرحبا، اهلا وسهلا. داز واحد العام تقريبا على التشكيل تاع المكسب المثير لمجلس مدينة الدار البيضاء، البعض تيقول لحد الساعة ما كاينش واحد البصمة تاع هذا المكسب على مستوى التسيير وتدبير مدينة الدار البيضاء، شنو الرأي ديالك؟ شنو تقول في هذه القضية؟ أولا اللي كيقول هذه الهضرة هذه ديال ما كاينش واحد البصمة، أول حاجة درناها وبصمة كبيرة اللي كانت واحد الارتجالية فيها مدة واحد مدة سنين وسنين متعددة، هي باش تسديك المطرح ديال المديونة. هذاك المطرح ديال المديونة راه الأرض كانت اقتناء الارض في 2012، ارض جديده اللي فتحنا فيها المطرح الجديد في 2012. اول حاجه درنا هي سدينا هذاك المطرح العمومي ديال المديونه اللي كان كيمثل واحد النقطه سوداء في المجال البيئي وبالنسبه للبيضاويين، حتى الساكنه ديال هذيك الاحياء، لا سيدي معروف، لا كاليفورنيا، لا المدينه الخضراء، لا الناس اللي كيسكنوا تما، كلشي كيقول لك راه اللهم هذا منكر ولا جبل. اول حاجه درناها كتقول لك ما كايناش بصمه، كيقولوا ما كايناش بصمه. اول حاجه خدينا قرار ديال هذه بصمه اخرى، دارت واحد المشروع اللي مهم وغادي بواحد السرعه كبيره واللي غادي تنجز في واحد الوقت قياسي، هي ديك القنطره ديال محمد السادس اللي غادي تحل مشكله كبيره فيما يخص سير الجولان في مدينه الدار البيضاء، خصوصا ديك المنطقه وراك كتعرفوا اكتضاد ديال السير تما، وهذه مهمه. شنو بصمه كمكتب ديال مدينه الدار البيضاء؟ لقينا عراقيل كبار، ملفات شائكه كبيره، فهمتني؟ كاين اللي اتخذ فيها قرارات، منهم الملف اللي كندبر اللي خدينا فيه قرارات مهمه وغادي من بعد نرجعوا لها يمكن، وهذه خدينا فيها قرارات حيت كانت واحد المشكل ديال هاد الناس هادو ديال الشركات النظافه، كما قلت لك الشركات الجوج، وباقي الان دابا كنلقاو هاد المشكل هذا حيت كان واحد مشاكل في الملف هذا اللي كيبقى كيتراكم كل 6 شهور كتراكم. وخرج عقيده النظافه من بعد البعض الشيء تقول فيه دابا تاع مثلا جسر تاع محمد السادس، شارع محمد السادس، حديقه الحيوان، رجع لك لحديقه الحيوان، حديقه الحيوان جينا لقينا بان الملف ما كاين، البعض تعثر. هناك من يقول ان هذه المشاريع كلها تترجع الى المجالس او المجلس اللي قبل من المجلس تاع البي جي دي، يعني المجلس تاع سجيد هو اللي اطلق هذه المشاريع هذا، انتم مشيتوا غير الان لقيتوها كما تنقولوا لقيتوها سهله. هذا داخل في المشروع الكبير اللي كان صار على الانطلاق ديالو صاحب الجلاله سيدنا الله ينصرو، وخرجوا مشاريع كبير لتحويل مدينه الدار البيضاء باش يبدلوا الوجهه والوجه ديال مدينه الدار البيضاء. انا متفق معك، ولكن المشاريع كانوا متعثره، وعلاش ما خرجتش؟ هذه سنين وسنين تجاه هذا المجلس هذا ولا هذا المكتب هذا، باش خدينا اولويات منهم باش نفتحوا هذه المشاكل ونحلوا هذا. ومن غير هذا الشيء هذا راه حنا كنوجدوا هذه السنه هذه كامله دازت ما بين كنوجدوا لهذيك البلون داكسيون ديال البلون كوميونال، برنامج عمل ديال مدينه الدار البيضاء اللي مهم حتى، وغادي يكون غادي يكون فيه واحد العمل جبار بالنسبه لنا. شنو الاولويات اللي حطيتوا في هذا البرنامج عمل تاع مدينه الدار البيضاء باش نزيدوا قدام؟ يعني شنو الاولويات؟ كما قلنا كاين جوج الحوايج، مدينه الدار البيضاء ولات مدينه اسمنتيه. نعم فهمتيني؟ الاولويه، وهذا داخل في ديك القرض اللي كان، وهذا القرض هذا راه ماشي غير حنا اللي خدينا، هذا القرض راه جاي امتداد القرض اللي كانت خداته المجلس السابق، فهمتني؟ ديال البنك الدولي. فيما يخص هذاك القرض كاين 40% خصها تمشي للمجال البيئي، وهذه من البرنامج العمل اللي سطرناه كمكتب جديد ديال مدينه الدار البيضاء. هو المجال البيئي خصنا، ما يمكنش خصنا نكثروا من المساحات الخضراء. راه كما كتقول السيده العمده، كاين بالنسبه دابا حاليا وهي في المجال في العالم خاص تكون 10 متر ديال المساحات الخضراء لكل مواطن معدل، فهمتيني؟ حنا بغينا نوصلوا لديك 5 ولا 7، ما بين 5 و7، دابا كاين 1.5 ولا 7، 1. قول عليه 2 وما كاملاش لكل مواطن. راه لا يعقل مدينه كمدينه الدار البيضاء وتكون في بهذه الكارثه البيئيه. انا كنقول خصنا نشوفوا ما كاينش متنفس بالنسبه للبيضاء، خصنا نقولوها ونعاودوها. دابا كلشي كيغوت على حديقه الحيوان، حلوا حديقه الحيوان، خصوصا الناس ديال سيدي مومن وديال البرنوصي وعين السبع والحي المحمدي،
وكاع ديك المنطقه كيقول لك سيدي وقتاش غتحلوا هذه شافوا ديك الثمن تا هو دابا راه 70 درهم واش بصح ولا غير الشاعه ولا شكون الله يخليك حنا كندبروا الميزانيه ديال مدينه الطابق فلوس البيضاويين هادو ماشي فلوسنا فلوس البيضاويين غير خصنا نعرفوا شنو بغينا دابا هذاك السيد اللي جا ودار لنا واحد العرض قدام المكتب ديال السيده العمده وتراسته السيده العمده بحضور جميع اعضاء المكتب دار عرض وحدد الثمن قال لك اثمنه اللي غادي تكون مناسبه من 40 درهم حتى 70 درهم ولكن الا درتو 70 درهم غادي تبداو تعطيو كاضافه سنوين واحد ال 25 جوج المليار ونص علاش جوج مليار باش نعاونوا التسيير ديال ديك الحديقه الناس كيقول لك لا هادو الشفره وهادي وهادي اجيو سيتي اجيو شوفوا دابا بخمس شتاء 70 درهم دار 70 درهم ومدينه الدار البيضاء جماعه الدار البيضاء تبقى تعطي 20 10 مليون ديال الدرهم سنويا حيت هذا راه ماشي مشروع مدخل كيدخل الفلوس كيدخل الفلوس فهمتيني هذا مشروع دار الساكنه ديال المدينه ولكن الساكنه تاع الدار البيضاء 70 درهم غاتجيهم بزاف يعني شنو انا دابا نهضر معاك من الزاويه ديال انا ممثل ديال ديك المنطقه ديال عين السبع والحي المحمدي غادي نقول بان راه بزاف وكنقولها وقلتها في الاجتماع وقالتها حتى السيده النائبه للعمده هي اللي مسؤوله على سميتو ولكن كما كتقول السيده الرئيسه كتقول واش انت كتفكر في مدينه الدار البيضاء وكتفكر ليا في, 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 في الزاويه الضيقه السياسويه ديالك واش باغي تدبر هاد الفلوس ديال الدار البيضاء بكفاءه وترشد الميزانيه ديال الدار البيضاء ولا باغي تلوحها مشراجه قالت لي بغيتي نبداو نعطيوهم 25 مليون ديال الدرهم ولا 30 مليون ديال الدرهم وسيدي شوفوا منين جبدوها وجبدوها ونعطوها مرحبا لاعانات حيت الناس كما قلناها كانت بجوج دراهم دابا غادي ترجع ب 70 درهم ولا ب 40 درهم ولا ب 50 درهم الرباط راه دايرين 50 درهم 50 درهم فهمتيني وكاين المرافق وخير المرافق راه ما غاديش يدخلوا ديك الشيء ديال لهذا هذاك العرض اللي كان دابا قلت لك واخا نديروها ب 70 درهم غادي تكون واحد 10 مليون ديال الدرهم كميزانيه اضافيه من جماعه الدار البيضاء اللي تعطى سنويا لتسيير هذاك المرفق ديال حديقه العيون شي فيلم كتشوف تفكر فيه نرجعوا للدار البيضاء والمشاريع المتعثره على مستوى الدار البيضاء خلق الحركه السير والجولان يعني شنو الافاق ولا المده اللي باش تسالي في هذا سي احمد حنا جينا لقينا مشاريع متعثره حيت وهذا الشيء ماشي باش نضرب في المجلس السابق ولا هذه كان مشاريع متعثره واقع هذا واقع, واقع وكان يمكن كوفيد وتوقفوا عده مشاريع ماشي كندافع على هذاك المجلس ولا ندافع ولا سميتو لا حيت انا مسير ديال هذا المجلس ولكن هذا الواقع كان كوفيد وكان سميتو عده مشاريع توقفت كانت خصها تخرج للوجه في هذا العام هذه ولا في العام المقبل والاكثريه فيهم ولات سنه اضافيه تزادت لهذا هذوك المشاريع متعثره كما كيقول شحال من واحد كيقول حنا راه ولاد الدار البيضاء وكنسوقوا في الدار البيضاء ماشي كنسوقوا في شي مدينه اخرى ولا في هذه راه حنا حتى حنا بحال البيضاويين وطلع لنا الدم على السيركولاسيون كانوا حلف كنجي من عين السبع لهنا كانوا حلف عين كانوا حلف في لا سيركولاسيون ساعه ولا ساعه ونص وبدات انا نخوت ونبدا راه بحالنا بحال جميع البيضاويين هذه ولكن الا بغينا نحسنوا الجوده ديال مدينه الدار البيضاء خصنا نصبر راه غادي يخرج واحد شنو الزمان الزمان باش حنا كاين مشاريع اللي غتخرج في 2023 ديال هذاك الشيء ديال الترامون لا سوايع سميتو كاين اللي تسالي حتى 2025 وكاين مشاريع جديده اللي غادي تشوف النور عن مقارب الان يعني نرجعوا للقطاع اللي تتشرف عليه هو قطاع تاع النظافه ومن اصعب القطاعات على مستوى مدينه الدار البيضاء كاين واحد المشكل اللي دائما تيتعود هو ديك الشركات يقول لك ودي تتعطلوا علينا الخلاص وشي ينعكس على العمال حتى هما تيديروا الاضرابات وتيديروا الاحتجاج لا سي احمد هذا ما كينعكش على دايور من نهار طلعنا نهار انتخبنا كمكتب ولا كعمده ديال مدينه الدار البيضاء ما داروا حتى شي وقفه احتجاجيه للعمال العمال نهار الاول فاش اجتمعت مع الشركه ديال النظافه شركه بجوج اللي مدبر لهم تسيير النظافه في الدار البيضاء قلت لهم بانه راه ما يمكنش ما تخلصوش العمال شفنا المشكل اللي عندهم كانوا ديك الوقيته وصلوا لواحد 6 شهور مع انتخابات ومع انتخاب المكتب وانتخاب المجلس والهياكل ديال المجلس لقينا بان وصلنا 7 شهور مشينا دايور مشينا كنطلبوا في الوزاره الوصيه في الشخصيه شخص المديريه العامه للجامعات المحليه باش داروا لنا واحد لافنو واحد رخصه استثنائيه باش خلصنا الناس خلصناهم ديك 3 شهور ولا 4 شهور ومنين جينا باش نخلصوا لقينا بعض العراقيل وبعض المشاكل الاداريه وهذه 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 هادشي ما غاديش نرجع له في سميتو ولكن بدينا كنحلوا المشكل شنو هو المشكل اللي كان؟ كان المشكل ديال واحد لي بيناليتي
عقوبات الغرامات، عقوبات الغرامات اللي من 2019 وهي كتراك. الشركات كيقول لك هذه راه ماشي انا سميتو هذه، لا حنا كنقولوا لهم خصكم تخلصوهم رتائنا باش نشوفوا نديروا تحكيم في وزاره الوصيه. دار واحد البيفي الحمد لله وتوقع فيه جميع الاطراف باش نحلوا هذا المشكل ونطويو هذا الملف هذا. ما نبقاوش حيت ما يمكنش، حيت كل مره كتبقى تعطل. دابا راه عاوتاني وصلوا لست شهور ولا سبع شهور. انا كنقول لك خايف من حتى واحد، وكنقول الصراحه واخا انا اللي كندبر هذا القطاع ولكن ما عندي ما ندير، هذا القانون خصني نحترم القانون. فهمتي؟ لهذا درنا القطاع الوحيد اللي لجنه التتبع اجتمعت جوج المرات نهار انتخبت على راس ولا تكلفت عطاتني كلفتني سيده العمده بالقطاع، جمعت لجنه التتبع جوج مرات. دابا راه جمعناهم وغادي نرجع لهم، اتفقنا باش نديروا واحد المحضر ونطويو هذا الملف هذا. اللي خصهم يخلصوا يخلصوه، واللي عندهم دلائل بان ما خصوش يتخلص ما خصوش يتخلص. بحال شي واحدين كيخرجوا كيقول لك راه حيدوا لهم غرامات، انا هنا ما كنحيد غرامات ما سميتش القانون، القانون تيطبق الغرامات. فهمتيني؟ هنا ما كان ما كان ما كنعطيو لهذا ولا لهذا، ما كنرحموا حتى واحد، ولكن خاصنا اللي 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 يستحق شي حاجه تعطى له. البيضاوي تقريبا كلهم تيجمعوا ولا يعني الاغلبيه باش ما نديروش التعميم حنا، لان النظافه في الدار البيضاء هي المدينه تكاد تكون مغربيه اللي التصقت بهذه الصفات على الاوساخ وانتشار النفايات. انتم شنو المجهود ديالكم باش تحيدوا هذه الصوره على مدينه الدار؟ بدات كتحسن. ما نقولوش ما نكذبوش، ماشي مني، من قبل منين بدا هذه التجربه هذه مع الشركات بجوج بدات كتحسن، وراه هادشي راه هذا كلشي كيقولها كاع الناس اللي حتى الناس اللي جاو ما جاوش للدار البيضاء هذه واحد ثلاث سنوات ولا اربع سنوات، فاش جاو هاد السنتين الاخيره وهاد السنه هذه كيقولوا بان راه كاين تحسن. فهمتني؟ لهذا حنا كنقولوا بانه كاين عمل اللي خصو يدار. انا كنقول راه باش نخصوا هاد الميزانيه الضخمه لهذا القطاع هذا راه خص الدار البيضاء تكون مرايه. لهذا راه كاين عمل وحنا في صدد الاشتغال عليه، وكنسطرنا واحد البرنامج باش ننجحوا فيه. مشكل اخر تيتعلق بالنظافه وداك النفايات الهامده، هذا ضربتي دوله سيتو على الحسن الحي الحسن وداك الشيء تلقى المشكله. اشنو العمل؟ ماشي غير الحي الحسن يا سي حمد، راه كاع الاحياء الراقيه ديال الدار البيضاء جميع الاحياء، لا في عين سبع برنوسي سيدي مومن انفا المعارف فين ما الدور تلقى النفايات الهامده. دابا شنو ولا شي واحد كيدير شي اصلاح في دارو كتسمع باق باق ها كيطيح كيعيط على شي تريبورتور ولا شي فونطا ولا كيهز هذاك، هذاك كيدور هاد الزنقه يدور واحد جوج زنقه ويلوح ديك الشيء. فهمتي؟ مع الاسف مع الاسف، وخصنا خاصنا واحد تضافر الجهود ديال جميع الاطراف. اشنو الفكره؟ ناقشوا ناقشوا لا هذا مناقشين حنا دابا في صدد غادي نخرجوا واحد طلب العروض خصيصا للنفايات الهامده. كان مشكل ديال ديك ما يجب استخلاصه اللي حددناه 20 درهم. المنتجين الكبار كيقول لك لا ما يمكنش انا نخلص واحد 20 درهم، انا في الرخصه كنجي كنطلب هي 20 درهم والرخصه ونزيد انا سميتو، كيقول لك هادشي راه ما يمكنش نخلصو انا. واش حنا باغيين ننجحوا هذا المشروع ونبداو ندخلوا واحد المدخول واحد الميزانيه لمدينه الخزانه ديال مدينه الدار البيضاء لتدبير هاد النفايات العامده، ولا باغيين نبقاو عاوتاني نتفرجوا هما يقول لك ما تخلصش الاصلاحات، ولا المواطن العادي شحال كيصلح واش كيقيل يصلح قليل. فهمتيني؟ لهذا هادو هما اللي غادي نخرجوا منهم واحد المنتوج واحد ما يجب استخلاصه واحد المدخول لمدينه الخزانه ديال مدينه الدار. لهذا راه حنا في صدد الحوار معاهم، هذيك 20 درهم غادي نشوفوا سميتو غير باش ننجحوا باش تنجح وباش يكون واحد المدخول. حتى وزاره الداخليه كيقول لك راه ما يمكنش ما كتستخلص واحد ما يجب استخلاصه في هذا الاطار هذا، حيت ما كايناش ميزانيه خصيصه. هذيك الميزانيه ديال 3 مليار و400 ولا 600 ولا كنتمنوها ونطلعوها وتولي، لما لا توصل حتى 7 مليار ولا 10؟ علاش؟ حيت الدار البيضاء راه ميزانيه، راه ميزانيه الدار البيضاء راه ضئيله، راه الا اشتغلنا راه نقدروا نوصلوا 7 مليار على الاقل. فهمتيني؟ ما نقصش الممتلكات على الممتلكات، وكاين بزاف ديال الواجبات اللي ما كيستخلصوهمش ما كنستخلصوهمش. فهمتيني؟ انا ما مكلفش بهذا، ولكن العمده راه كتغوت كتقول لك راه ما يمكنش، وعندها الصح. وحتى السيده اللي كتشتهر على القطاع هذا راه كتشتغل كدير واحد العمل جبار. كان كوفيد، كان الناس شركات خارجين من الكوفيد، لا تاكس بروفيسيونيل، لا تاكس دابيتاسيون، الناس بزاف ما كيخلصوهاش.
سميتو هذه يعني كاين مشكل على مشاركه المدافع ديال 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 القطع اللي سميتو تا هو ما كيتخرج. راه حنا راه ما كنخلصوش الضرائب، راه نقولوا البيضاويين راه ما كيخلص. كاين واحد الميزانيه اللي كتدبر هي 3 مليار و600 هذه سنين وهي كاينه ما زادتش. الور حتى المجلس خصو يبدا المجهود على مستوى تحسين المداخل المملكات الله باش نديرو باش نديرو هذا المجهود خصنا نوفروا الوسائل وسائل هما حتى الوسائل البشريه في هذا الاطار. مولاي احمد شكرا. كاين باقي ما هضرناش في المشروع الكبير. المشروع الكبير هو المشروع ديال التثمين ديال قول لي ديال لوزين ديال المصنع ديال النفايات ديال الدار البيضاء، اعاده التدوير والتثمين والفرز ديالها هذا مهم. وهذا اللي جاوبت معنا الوزاره الوصيه في هذا الاطار ودخلتنا في بلون داكسيون ديال الحكومه بواحد الميزانيه اللي ضخمه اللي هي 2 مليار ديال الدرهم فيما يخص اقتناء الارض، وكذلك دخل فيه المصنع ديال التثمين ديال ومعالجه نفايات ديال مدينه الدار البيضاء، حيت ما يمكنش نبقاو بهذيك الطريقه اللي كنديروا بها واحد الطريقه ارتيك. ومتى يخرج هذا المصنع للوجود؟ حنا رافعين تحدي هذا المصنع هذا الارض اللي فتحناها رافعين تحدي في 3 سنين ونص باش نسدوها ونفتحوا هذا المصنع التجديد. وهذا مهم، والميزانيه موفره لنا كاينه وهذا مهم لنا. لهذا هذا القطاع هذا اللي كندبروا وكنصر عليه رفعت 2 تحديات. التحدي الاول هي نسد هذاك المطرح. وتجاوبت معايا السيده العمده السلطات الوصيه السيد الوالي وزير الداخليه وسدينا باب هذاك المطرح اللي كان كيشكل واحد الخطر بالنسبه للبيضاويين. النقطه الثانيه اللي حطيتها وسطرتها هي باش نخرجوا هذا المصنع للوجود، وكذلك نقضيو على هذه النفايات الحميده في مدينه الدار البيضاء. ما يمكنش مدينه الدار البيضاء كمدينه كبرى هكا والدور وتشوف واحد المطرح مفتوح ديال النفايات الحميده. مولاي احمد غدوز واحد 5 سنين ونرجعو عندك. ترجع لي قول لي شنو درتي. نتمنى نكون توفقت في العمل ديالي. شكرا مولاي احمد. شكرا وشكرا متتبعي قناه الف سبريس على اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.